والآن نقدم لحضراتكم عرض تقديمي للملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يقدمها لنا المستشار أمين مجدي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الأفاضل، إنه لمن دواعي سروري أن أقف اليوم بين هذا الجمع الكريم. اسمحوا لي قبل أن أستعرض الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أن أشكر السادة الأعزاء أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد الاستراتيجية والسادة الخبراء المعاونين للجنة والذين لم يألوا جهدا في سبيل إخراج هذه الوثيقة بشكل يليق بالدولة المصرية. الملكية الفكرية هي ثمرة الإبداع والابتكار، ودورة الإبداع والابتكار تستلزم جهداً ووقتاً وتكلفة. الملكية الفكرية لا تقتصر عوائدها على الأفراد، وإنما تستخدم كقاطرة لتنمية الأمم والشعوب اقتصادياً وعلمياً وثقافياً. الاهتمام بمنظومة الملكية الفكرية لا يقتصر على حمايتها فقط، وإنما بتوظيفها واستخدامها لأغراض التنمية. حضور الكريم، استأذن حضراتكم في جولة سريعة في الدقائق القليلة القادمة لاستعراض الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية ولأول مرة. اللجنة بدأت عملها في ديسمبر عام 2020، ولمدة تزيد عن العام ونصف العام شارك في إعداد الاستراتيجية 35 جهة ما بين 17 وزارة و18 جهة وهيئة حكومية. تمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات، لأننا وجدنا كمية كبيرة من البيانات والمعلومات كان لازم نحللها علشان نبني عليها في أهداف ومشروعات الاستراتيجية. تمت الاستعانة بثمان خبراء في مختلف مجالات الملكية الفكرية، سواء في مراجعة الاستراتيجية ذاتها أو في إعداد الدراسات اللي تم بناء مشروعات وأهداف الاستراتيجية على أساسها. وضعنا منهجية محددة لإعداد الاستراتيجية مبنية على بعض أسس، كان من بينها أننا اطلعنا على بعض الاستراتيجيات الأجنبية والسياسات القطاعية اللي أطلقتها الدول الأجنبية في مجال الملكية الفكرية، اطلعنا على بعض الاستراتيجيات الوطنية والسياسات القطاعية علشان نتعرف على توجهات الدولة المصرية في القطاعات المتصلة بالملكية الفكرية. جمعنا كل الدراسات الوطنية اللي أعدتها الجهات الإدارية المختصة بالملكية الفكرية سواء بمفردها أو بالتعاون مع المنظمات الدولية علشان نتأكد من الاستراتيجية وأهدافها ومشروعاتها هتكون متوافقة وهتوفي بالتزامات مصر الدولية. رجعنا بالتنسيق وبالتعاون مع السادة المختصين بوزارة الخارجية كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر في مجال الملكية الفكرية. إيماناً بأهمية الحوار المجتمعي، عقد السادة المختصين بمكاتب الملكية الفكرية 5 ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، سواء في الملكية الصناعية أو الأدبية أو للتعريف بشكل عام بمحاور الاستراتيجية، علشان نعرف نخطط لبكرة. كان لازم نعرف إحنا واقفين دلوقتي فين في الوقت الحاضر. اشتغلنا على 4 محاور، حددنا كل الجهات الإدارية المختصة بالملكية الفكرية اختصاصها على وجه الدقة والأوجه التعارض إن وجدت. جمعنا كل بيانات حقوق الملكية الفكرية، عدد الطلبات المقدمة سنوياً لكل المكاتب، عدد الحقوق اللي بيتم تسجيلها سنوياً. حصرنا كل التشريعات المنظمة للملكية الفكرية أو التشريعات القطاعية المتصلة بشكل أو بآخر بالملكية الفكرية. جمعنا كل المؤشرات الدولية اللي بتتمتع بموثوقية في المجتمع الدولي واللي بتعتمد محدداتها الفرعية أو عناصرها على مفاهيم الإبداع والابتكار أو الملكية الفكرية. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة الانفوجاف، في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في مصر وعدد من الدول في عام 2020، عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، التصميمات والنماذج الصناعية، بعض المؤشرات الدولية اللي تم الاطلاع عليها،
بعد ما جمعنا كل البيانات والمعلومات المتوفرة عن منظومة الملكية الفكرية في مصر، بدأنا نحللها وندرسها عشان يكون عندنا صورة متكاملة عن منظومة الملكية الفكرية، نعرف نقاط القوة ونستغلها، ونعرف نقاط الضعف ونشتغل عليها ونعالجها. ده بالنسبة للبيئة الداخلية. بالنسبة للبيئة الخارجية، نحدد الفرص اللي لازم الدولة المصرية تقتنصها أو التحديات اللي محتاجين نضع آليات لمواجهتها. بالنسبة لنقاط القوة، تضمن التحليل البيئة والسوات أناليسيس 15 نقطة قوة، كان أبرزها إن في أساس دستوري وتشريعي قائم وداعم للملكية الفكرية، وعلى رأسه المادة 69 من الدستور المصري اللي ألزمت الدولة المصرية برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية. عندنا بعض تجارب النجاح والمقومات المؤسسية الناجحة نقدر نبني عليها. مصر بتتمتع بثروة كبيرة من النتاج الفكري والتراث الوطني اللي يعني مشروعات الاستراتيجية هتحاول تستغله أقصى استغلال ممكن. بالنسبة لنقاط الضعف، تضمن التحليل البيئي 24 نقطة، كان أبرزهم بالنسبة للبيئة المؤسسية، في يعني لاحظنا إن في خلل في البنية المؤسسية، لأن في 9 مكاتب للملكية الفكرية في مصر، 3 للملكية الصناعية و6 للملكية الأدبية، وده أدى لإشكاليات عديدة منها تشتيت للجهود وفي بعض الأحيان تضارب في الاختصاصات. بالنسبة للبيئة التشريعية، لاحظنا أن البيئة التشريعية تحتاج تدخل من المشرع المصري. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية صدر منذ عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ حصلت تطورات سواء على الساحة الداخلية أو الساحة الدولية. بالنسبة للساحة الداخلية في إشكاليات على الجانب العملي أو القانوني، بالنسبة للساحة الدولية في تطورات كبيرة في المجال القانوني للملكية الفكرية، على سبيل المثال إدارة حقوق المؤلف أو برمجيات الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للفرص، في فرص كبيرة للتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للابتكار والإبداع والملكية الفكرية. بالنسبة للتحديات، في زيادة ملحوظة للفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة. المبدعين والمبتكرين عدم حصولهم على العائد المادي أو الأدبي نظير جهدهم ووقتهم والتكلفة اللي بيبذلوها نظير الإبداع والابتكار، ممكن تكون سبب من أسباب الدريم برين أو استنزاف العقول. بعد ما جمعنا البيانات والمعلومات وحللناها ودرسناها، بدأنا في إعداد الخطة الرئيسية للاستراتيجية، وبنيناها على 4 محاور رئيسية. المحور الأول يخص البنية المؤسسية، والثاني البيئة التشريعية للملكية الفكرية، الثالث المردود الاقتصادي، والرابع توعية فئات المجتمع المصري. كل هدف استراتيجي بنبثق عنه مجموعة من الأهداف الفرعية ومجموعة من المشروعات والمبادرات. بالنسبة للهدف الاستراتيجي الأول، حوكمة البنية المؤسسية، كان هو الهدف الأول بينصب في الأساس على إنشاء جهاز قومي مختص برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وكان رائدنا في انتقاء الهدف الأول عاملين. العامل الأول الالتزام بأحكام الدستور المصري، المادة 69 من الدستور اللي نصت على إنشاء جهاز قومي مختص برعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية. والعامل الثاني التجارب الدولية. المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو بالتعاون مع إدارة الصين الوطنية للملكية الفكرية أصدروا تقرير في عام 2019. تضمن التقرير نظرة عامة على تجارب الدول في الملكية الفكرية، وخلصوا أن فيه 3 نماذج رئيسية. النموذج الأول نموذج الجهة الواحدة وبيتبناه 40% من دول العالم. النموذج الثاني جهتين، جهة تختص بالملكية الصناعية وجهة للملكية الأدبية وبيتبناه 50% من الدول العالم. النموذج الثالث وهو الإدارات المنفصلة وبيتبناه 10% من دول العالم، ومصر حتى الآن في النموذج الثالث. دي نظرة على الجهات الإدارية المزمع نقلها للجهاز. 9 كيانات إدارية أو 9 مكاتب، أبرزها مكتب براءات الاختراع ومكتب العلامات التجارية والمكاتب المختصة بحقوق المؤلف. الهدف الاستراتيجي الأول مكون من مجموعة من الأهداف الفرعية، في خطط طموحة لتدريب الموظفين وتطوير العنصر البشري المنتقل للجهاز. بنتكلم على تقديم التسجيل، خدمات التسجيل والإيداع والقيد بأحدث الوسائل التكنولوجية. الهدف الاستراتيجي الثاني تهيئة البيئة التشريعية، زي ما اتكلمنا في نقاط الضعف، محتاجين تدخل من المشرع المصري لمعالجة أوجه القصور في البيئة التشريعية. اشتغلنا في المحور الثاني أو في الهدف الاستراتيجي الثاني على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التدخل العاجل، وبالتعاون مع زملائنا في قطاع التشريع بوزارة العدل عدينا مشروع قانون بيعالج كل المشاكل الجوهرية والعاجلة في منظومة الملكية الفكرية، وأعدينا مشروع قانون آخر لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات الدولية اللي طلعنا عليها. المرحلة الثانية
إن شاء الله هيكون متواجد الجهاز المصري للملكية الفكرية على الأرض، وهيكون في مراجعة شاملة ومتأنية لجميع التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية. الهدف الاستراتيجي الثالث هو تعظيم وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، واحنا بنعتبره دورة التاج للاستراتيجية ومن الأهداف الرئيسية لاستخدامات الدول للملكية الفكرية. في قطاعات كتير في الدولة متمسة ومتداخلة مع الملكية الفكرية، فكان لازم يكون في أساس علمي لتدخل الدولة في بعض القطاعات. كان رائدنا عاملين العامل الأول الأولوية، وإن هي تكون متسقة مع رؤية مصر 2030. العامل الثاني الجاهزية، كان لازم يكون في دراسات جدوى بتوضح لنا المشروعات دي والأهداف دي لما تنفذ على الأرض، هل في عناصر من عناصر النجاح ولا لا، إيه المدن المتوقعة للتنفيذ وإيه الجهات المختصة اللي ممكن تكون مشرفة عليها. اشتغلنا على 6 قطاعات أو 6 أهداف فرعية رئيسية. القطاع الأول أو الهدف الفرعي الأول، تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية. الهدف الفرعي الثاني، تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية في البحث العلمي وربطه بالصناعة الوطنية، وفي مشروعات يعني بتركز أكتر على الجانب العملي في الهدف الفرعي الثاني. الهدف الفرعي التالي، تطبيق سياسات رشيدة ومتوازنة في مجال الصحة العامة وإتاحة الدواء. الرابع، تعظيم القيمة الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال استخدام أدوات الملكية الفكرية. الهدف الفرعي الخامس، تعظيم المردود الاقتصادي لقطاعي السياحة والتراث. الهدف الفرعي السادس، تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية وما يتصل بها من معارف تقليدية، وده كان أثر أو تطبيق عملي لاتفاقية التنوع البيولوجي لمصر منضمة ليها في 92. الهدف الاستراتيجي الثالث، توعية فئات المجتمع المصري. مصر بتتمتع بثروة كبيرة من النتاج الفكري، لكن انخفاض الوعي بمفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية بتفوت على الأفراد وعلى المجتمع ككل فرص كبيرة، أو بتؤدي لعدم الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية اللي هتعود على الدولة من الملكية الفكرية. اشتغلنا على 3 محاور رئيسية. المحور الأول، تعزيز الوعي العام لكافة فئات المجتمع المصري بمفاهيم الإبداع والابتكار والتعريف بمحاور الاستراتيجية الرئيسية. المحور الثاني بيركز على العملية التعليمية قبل الجامعية من خلال دمج مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، وفي يعني تجارب ناجحة في عند السادة المختصين في وزارة التربية والتعليم. المحور الثالث، تعزيز الوعي بالملكية الفكرية في قطاعين مهمين، قطاع الجامعات وقطاع المؤسسات والمراكز البحثية. والهدف الفرعي الثالث، مركز أكتر على الجانب العملي من الجانب النظري، في مشروعات عملية هتقوم بها الجهات المختصة إن شاء الله في وزارة التعليم العالي. الجزء السادس والأخير، آليات المتابعة والتقييم. أي استراتيجية مهما كانت فيها خطط طموحة أو مشروعات براقة لن ترى النور أو تنفذ على أرض الواقع بدون آليات لمتابعة تنفيذها أو مؤشرات واضحة لقياس الأداء فيها. عدينا في اللجنة ملحق لمؤشرات قياس الأداء بالتنسيق والتعاون مع زملائنا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الشركة المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية والسادة الخبراء المعاونين للجنة في كافة المجالات. اشتغلنا على مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة انتقالية، الجهاز المصري للملكية الفكرية مش هيكون موجود فيها، لكن مكاتب الملكية الفكرية القائمة حاليا بالتعاون مع كافة الجهات الإدارية هتقوم بتنفيذ المشروعات العاجلة وتحت مظلة مجلس الوزراء. المرحلة الثانية هيكون فيها الجهاز المصري للملكية الفكرية مارس اختصاصاته إن شاء الله، هيكون هو الدينامو أو المحرك الأساسي أو المنفذ الفعلي بالتعاون مع كل الجهات في الدولة لمشروعات الاستراتيجية. وبكده نكون وصلنا للختام. شكرا دولة الرئيس، شكرا حضراتكم جميعا، شكرا جزيلا على حسن الاستماع.